عندنا مسابقات كثيرة جدا إن شاء الله هيكون فيها الأمور خلال الفترة اللي جاية، الحلقات اللي جاية عندنا منها كتير جدا جدا، وعاملين لحضراتكم عدد كبير وأنواع كثيرة من المسابقات خلال الفترة اللي جاية. ماتش أهلي وزمالك شفته إزاي؟ وش كده على طول و4-1، هل كنت تتوقع هذه النتيجة؟ لا جديدة، أنا قلت لك 4 جديدة، يعني نتيجة انت كنت معايا قبل الماتش، اتكلمنا مع بعض، كنا بنحتفل بالدوري، ايوه، واتكلمنا قبل ماتش افريقيا، ويمكن قلت لك اسلام ممكن المباراه الاولى ما تبقاش في القاهره في ماتش الوداد، قلت لك ممكن ما تبقاش نتيجه كويسه والناس تزعل، لكن ربنا هيشيلها فرحه كبيره، والاهلي هياخد بطوله افريقيا في الوداد عشان تبقى الفرحه كبيره. فكلمنا انا وانت في الاتجاه ده، ان قبل مباراه الوداد فاكر لما كلمنا وقلت لك صحيح عندي احساس ان الاهلي هيعمل ماتش كويس، لكن ممكن النتيجه ما تبقاش نتيجه احسن مفرحه حاجه، لينا، وممكن يحصل حاجه، لكن هيبقى ربنا شايل فرحه كبيره في افريقيا في ملعب الوداد، وحصل الكلام ده وربنا كرمه، كانت فرحه كبيره. واتكلمنا مع بعض قبل ماتش الاهلي والزمالك، وتوقعنا ان احنا الافضل الاحسن والفريق مستقر وعندنا عناصر مميزه، وكلمت على حسين الشحات ان هو حسين من اللعيبه المؤثرين جدا اللي بيعرف يلعب المباريات الكبيره، هو بيرستاو، والحمد لله يعني النادي الاهلي انا شايف ان يعني بأقل مجهود وبخبرات لعيبته قدر ان هو يكسب المباراه وبنتيجه ليه بتقول كويسه، بقى مجهود؟ يعني انا شايف لان بالعكس، احنا عملنا مباراه حلوه جدا بشوطها الاول، انت كنت مسيطر عليه من الاي تو زد، يعني الشوط الثاني الامور اختلفت، الراجل رجع ولعب على الهجمه المرتده وقدر يجيب منها جون، يعني الشوط الثاني قدرت انت تجيب جون وفي نفس الوقت ضيعت كورتين ثلاثه. لا انا بقول لك اقل مجهود دي يعني معناها ان اللعيبه وفرت مجهودها وكانت ايجابيه على المرمى، يعني انت قدرت انت تخلص تترجم بدري، ولما جبت 3 اجوان الشوط الاول اللعيبه بدات تلعب كوره بهدوء ومش مستعجله، فما بذلتش مجهود اكبر في الجري كتير مع فرقه الزمالك، وقدروا ان هم رغم ان فرقه الاهلي الشوط الثاني سابوا الكوره لفرقه الزمالك، الا ان احنا كنا بنوصل بخطوره جدا عليهم اكتر منهم، كنا نقدر نجيب يعني كان الرابع جه متاخر الهدف الرابع، لكن كنت تقدر تجيب الرابع والخامس، ده كان باين في الملعب لان انت وصلت باكتر من كوره، كوره يعني بيرستاو الانفراد اللي وصل بيها، الكوره بتاعت يمكن كهربا اضاع او يعني ما كانش موفق في كورتين، صحيح، الاهلي راح بكوره، في كوره كان في 2 لعيبه منهم كريستو، ولو اتلعبت بالعرض طاهر اعتقد لو كانت اتلعبت لو بالعرض عملها له من انفراد، بدري صح، ايوه انفراد، يعني دي كور كانت مؤثره جدا، يعني عايز اقول لك مش بمعنى اقل مجهود ان اللعيبه، لا يعني اللعيبه خبرتهم عرفت كبيرة. تتحكم في رتم المباراه زي ما هي عايزه.